السلام عليكم الإخوان، حياكم الله. معكم أخوكم علي باريش. سمعنا للتو خبر محزن فاجعة في موريتانيا الشقيقة. كي غنسمعوا في هذه المكالمة من عين المكان، من شخص من عين المكان كيروي بالتفاصيل على انهيار بئر للتنقيب عن الذهب فيه ما يقل على 15 موريتاني. للأسف كتقول الأخبار أنه لا فرصة لنجاة أي شخص، ومطمورين ما يقارب ساعتين من الآن تحت التربة العميقة. كتعرفوا انعدام الأكسجين وانسداد الأنف والفم، والحالة صعيبة صعيبة. ومن هذا المنبر كامل تضامن الشعب الموريتاني الشقيق، وكامل المواساة والتعزية لأسر وعائلات هؤلاء المنقبين. عزائنا وعزائكم واحد، والله يصبرهم ويصبر أسرتهم وعائلتهم وكامل الشعب الموريتاني الشقيق. وحنا كمغاربة متضامنين وحازنين حقيقة. والشعب الموريتاني شعب خلوق، شعب محترم، من أطيب الشعوب على الإطلاق. غنسمعوا إن شاء الله هذه المكالمة من شخص كيتواجد حاليا في الواقعة في الفاجعة. ونتمنى يا رب توصل السلطات الموريتانية لموقع الفاجعة، ويا ريت لو كان يخرجوا ناجين إن شاء الله، ولا يخرج بعضهم. ونتمنى إن شاء الله هذا. وكتقول الأخبار أن الفرص ضئيلة 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 جدا له يكون ناجين، نظرا لأن الناس مطمورين ما يقل على ساعتين أو أكثر من الآن. سمعوا التسريب، إن لله وإنا إليه راجعون. والله يصبر الشعب الموريتاني الشقيق، وكامل المواساة والتعزية والتضامن. حياكم الله. الو، السلام عليكم. السلام ورحمه الله. شو الحال؟ يا لباس ياك خير؟ الله يحفظك. لا، جبرنا رقمك هون في المنبر لانك بعين مكان. والله مرحبا بك. السلام خير. السيفيراتات. وشنو هي اخر الاخبار؟ المظهر الاول. زولق معنا ونهاروا من نور زن حسيان فيه مستطاع وفيه مستطاع ليستوقع وهمه زي الشيء؟ عندما بعد 15 رجال جاتوا اكدت. ايوه. وفيه جاءوا الناس بيادة توكد لي فيها واحدين فوق كان على السوق الهارين. 15 رجال جاتوا اكدت ووخلت والله شنهم. ايوه. 15 رجال جاتوا اكدت وخلطوها والله. ما بعد جاتوا 60 قار لا الحسيان مبينات. ايه معنا العدد الإجمالي المتوقع لأنه 15. ايه مهيئ للارتفاع. مهيئ للارتفاع. نعم. وهم عليهم ياسر من الردم والله. ها؟ عليهم ياسر من الردم. ايه الردم ما بعد الرواية قلت تحوز السوق في انقلاع الردم عجلانية غير قاعوية وسلسلة انقاذ مع غادية. حالا. وهو هذا من الثامنة؟ هذا من الثامنة وهذه 11. ايه معناها على الاعمال فمعات ضعيفة. والناس اللي فمات اياها المنقبين مع. منقبين حاصرين وفايدين وفالاتهم العياط قرانية غير هذه. يمكن انقاذ تعرف متواضعة. ولا فاتوا وصلوا لشيء شنو؟ ما قاعد زولها، ما قاعد حد يلعبوا ولا تحت. ايه قالوا الناس اللي فوق تحوز عنها السوق. ايه الله الله يعافينا ويعافيهم ان شاء الله. ان شاء الله راجعين من عند مولانا ان شاء الله لانهم لا يعودوا ان شاء الله. ان شاء الله. يا مرحبا بك. السلام عليكم.